عندي امتحانات في رمضان أكثر من نصفه، فكيف أغتنم؟ اجتهد اجتهد، هناك يعني واجبات الأوقات، اللي عنده امتحان في رمضان يجتهد يقرأ ورد القرآن ويصلي معنا، وعنده بقية اليوم من ساعة واحدة للساعة أربعة كم ساعة؟ من واحدة هيجي لنا ساعة واحدة، ويمشي الساعة أربعة، أربعة ونص كم ساعة؟ ثلاث ساعات ونص، يبقى عنده 20 ساعة ونص يفعل فيهم ما يشاء، ربنا وفقه. وبعدين إن شاء الله يعني ببركة الصيام والقيام والطاعة والمسجد إن شاء الله ربنا يوفقك. ممكن اللي تذكره هو اللي تلاقيه، كأن أنت يعني مصطفى مختار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.